لا ما هو انت مش عشان مراتك معكنين عليك ومنكده عليك هقضي انا بقى كل يوم انا اللي اطبخ. في ايه؟ لازم تمد ايدك معايا كده. شكلك عشمان. لا يا حبيبي، انا في بيتنا باشا، ما بديش ايدي على حاجه، لا بشيل ولا بحط. والله انا عرفت بقى النهارده ليه مراتك بتنكد عليك وبتعكنن. امسك دي كده يا باشا، انا خرطها بعد اذنك. لا يا حبيبي، انا اكل وبس. بجد؟ والله والله مراتك عندها حق يا ابني. هو في ستات كده غاوي عكننه؟ في ستات كده، ده كل الستات بتحب العكننه زي عينيها. اهلا اهلا، صباح الجمال. جيت في وقتك، دايما ظابط ساعه. ايوه، امال ايه. الباشا بعد ما يخلص الاكل نظف الحمامات ويكنس الاوضه وبعت الاولاد والمدام من النادي وبسيب المفتاح عند البواب. مش عايز نحميك بالمره؟ لا بالليل. انت بقى تلبس كده يا باشا. الله ينور. سعاده الباشا حبيب قلبي. يلا شيل. طب مش كنا لفينا سجارتين قبل الاكل؟ يا عم سجارتين ايه، احنا عندنا الحركات على قدنا، خليهم بعد الاكل. تصدق عيب عليك. فعلا والله عيب عليك تتكلم في حاجه زي دي والبي موجود. ايوه طبعا يا ابني، انا وش وش السعد عليك اصلا. تعالى. ايه الهبل ده بقى؟ منور يا فوزي يا ابن الفقريه. جيبها في وشي بقى يا جدعان. طب انت حاطط فين الكبريت والشمع فين؟ استنى يا عم، وانا شايف رجلي. استنى بدور على الموبايل. ثانيه واحده يا جدعان. مين اللي في ايه؟ مين اللي واقف جنبي؟ انت شايف حاجه؟ ثواني، جيب الشمع فين؟ حطيت الشمع فين؟ ثانيه واحده، في صوت. يا محسن، مش عايزين قلق بقى في القعده دي يا جماعه. في صوت. مش عايز هزار يا النبي. ثانيه واحده يا جماعه، في صوت بره. مين يا عم انت؟ يا جماعه الباب بيتفتح. باب يا عم انت؟ خالد كلها بس. ايه اللي بره؟ مين انت لسه خالد؟ يا جدعان الكشاف، كشاف. استنى استنى، حاسس اجيب. ماشي. مين على الباب؟ يا جدع انت مش عايزين هزار؟ دخلت هنا ازاي؟ ايه رايك؟ حلو جدا جدا. ميرسي. هتعملي لي ايه بقى؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ اشتغلت بدري. امال انت قلتي لي اجيب لك الفستان ليه؟ عشان اشوف. وشفتيه؟ حلو جدا. عجبك؟ جدا. بصي يا هديل، ده ما فيهاش هزار، انت بتضيعي مستقبلي يا امي. يا هبله، انا هعمل لك فستان ما حصلش. ايوه، وهعمله لك بايديا دول. يعني والكوليه بتاعه كمان عندي. ميرسي يا روحي. ان ما وريتك حاجات ما شفتيهاش قبل كده ولا حلمت تشوفيها قبل كده. كمان بوسه. اوكي، هاتي كمان بوسه. استغفر الله العظيم، واحده متجوزه والتانيه مخطوبه ليه كده يا جماعه؟ عيب عيب. بس يا فضحتي في بيتي وعلى كنبتي. استغفر الله استغفر الله. وانت دورك ايه في الموضوع؟ لا انا ما كنتش اعرف، لو اعرف كنت قعدت وسطهم. طيب يا الواطية وولاد الادب. على بقول لكم ايه، البنت ايه تليفونها مقفول، انا اتصلت بيها، هي مالها بتعمل ايه؟ بتصور اعلان، وقالت لي هتخلصه وهتكلمني او هتعدي عليك. تلاقيها روحت نامت، ما انا عارفاها خم نوم. مظبوط. طب لما تبقى تفوق من النوم ركزي في الفستان. ايه انت؟ ايوه باشا. ايوه مش رايح. امشي يا باشا، امشي يا باشا. صحتك مع السلامة. يعني امشي يعني؟ بيتكم. مع السلامة. طب يعني حضرتك يعني ممكن رقم المحضر يعني عشان اكلم محامي؟ انت يا بنتي ليه مصرة تتحبسي؟ مفيش محاضر، مفيش. واحد من الكبار وصى عليكي. مع السلامة. بس ما تقيش تحط حشيش تاني في شنطتك. ربنا يخليك يا سعادة الباشا. مع السلامة. والله العظيم أنا قلت عليك سمح، وشك وشك بيقول إن أنت راجل محترم وسمح، والله العظيم. طب يعني بعد إذن سعادتك يعني، يعني بعد إذنك يعني لو ينفع يعني حضرتك تقولي مين اللي وصى عليا؟ هو قال لي ما أقولكيش، هو اللي هيبلغ بنفسه. مع السلامة. ماشي يا سعادة الباشا، ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا باشا. سوري ده مش بتاعي. سوري. سلام عليكم. ميرسي يا باشا. سيبك يا
تقعدوا معايا انت وهو، وحشتوني حبيبتي. وانت كمان والله وحشتينا، بس الواد ده مشايلني 10 من المره اللي فاتت، هردها له واجي. ما شاء الله، هو الهطل زي ما هو بالظبط. بس يا ابني وقت صوتك انت وهو مش عايزين صداع، ما تغيروش خالص. مش عارف انت ايه. والله ليكي وحشه انجي. انت كمان وحشتيني. ايه اخبارك؟ جاي اجازه كام يوم؟ لا انا مش راجعه. ايه ده، سبت الشغل؟ غربه برضو هناك، يعني في مصر كنت مرتاحه اكتر، هي رحلاتهم طويله قوي هناك. شوف بقى شغل في شركه سياحه ولا حاجه. يعني مش حاطيني تاني؟ لا خلاص مفيش طيران. طب خدي بقى السيجاره دي، حاطها لك طيران ما طرتوش قبل كده. ايوه بقى. اخبار مرتضى ايه؟ ايه العكينه دي؟ ليه يا بنتي، انا عايز اطمن عليكي. ابدا، عايز يرجع لي زي ما هو. طب وانتي عايز ترجعي لي ولا لا؟ اكيد لا، مرتضى ده اكبر غلطه في حياتي، الحمد لله انه طلقني. طب هو مش هيطردك لما يعرف انك جيتي مصر؟ انت عارف ان انا نقطه ضعف، فان هو مش عارف اني مش مصر اصلا. ربنا معاكي. بعدين انا ورايا رجاله ولا ايه؟ ولا ايه؟ ايه ده بجد؟ كده؟ بهرج معاكي. طب وانت بقى عامل ايه؟ مش مبسوط. شكلك كده، شكلك متغير. هدي الكويسه؟ هي هدي الكويسه طول ما هي لوحدها. معنى ايه؟ مش فاهم. يعني طول ما هي لوحدها وانا لوحدي كويسين، لما بنقعد مع بعض لازم نتخانق. ما ده طبيعي يعني، ان كل واحد كل اسبوع يخرج مع اصحابه. احنا بقى بنعمل العكس، بنقعد مع بعض يوم واحد في الاسبوع، وبقيه الاسبوع كل واحد مع اصحابه. حتى اليوم اللي بنقعده مع بعض بنتخانق فيه. اوعى تقولي انك هتطلق. لا يا بنتي اطلق ايه؟ انت عارف ان انا بحب هديل. هي كمان بتحبك جدا. انا فاكره ان احنا كنا في المدرسه مع بعض، ما كناش صحاب يعني، بس يعني كل المدرسه كانت عارفه انها بتحبك. يمكن يا انجي عشان حكايه تاخير الخلفه دي بقت هي معايا كده. بالعكس، ده الواحده لما بتتاخر في الخلفه بتهتم بالراجل بتاعها اكتر. اكيد في حاجه تانية. مش عارف يعني، الحياه كده بقت شويه ملل. لا وحياتك، مش دي بس، كل حاجه. لا، الفطور والملل لما بيدخل السرير بيبقى زي السرطان. يا بنتي بتجيبي الكلام ده منين؟ سيبك مني، انا الموضوع عندك انت. انت هتعملي زيها ولا ايه؟ لا بجد، الموضوع عندك انت، حركها، اكسفها قدام نفسها. لا بتتكسف قدام نفسها ولا قدام اي حد؟ لا، حاول مره واثنين وثلاثه تتحرك. طب وانا مين اللي حركني؟ ده دورك مش دورها. وانا اللي كنت بقول عليك عقله وبتفهمي؟ عايز اقول لك حاجه، خلي بالك، املى دماغها بدل ما حد يجي تاني يملى دماغها. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده انجي؟ مال ده باللي انا بقوله؟ انا بقول لك انا ست وانا عارفه، املى دماغها بسرعه. طب انا عايزه اقول لك حاجه، مش بالنوم يعني، يعني مرتضى كان معايا كل يوم، عمل ايه؟ ولا ملا دماغي ولا نيله. اناني، ما بيفكرش غير في نفسه، وعكنانه وزعيق وقله ادب. انت بتمخني نفسك على فكره. انت اللي مش عارف الست بتفكر ازاي. الملل لما بيدخل العلاقه بتبقى مش ضعيفه، بتبقى مهلهله. اي حد هيجي يملى دماغها، خلي بالك. ربنا يسهل. بس يا سيدي كده احنا خالصين 10 ب 10. انت بتخم على فكره. ادي الرجاله والوكسه اللي احنا فيها. هي بتيجي في الاعلان ده وانا هقعد استناه في التلفزيون لما يبقى يجي. ايه الملل ده؟ هاتي يا بنتي الايباد خليها توريوني على الانترنت. ايه الفقاقه دي؟ ما هو لو موجوده على النت كنت جبتها، هي ما بتجيش الا في الاعلان ده. يعني خطوبتك دي هتفضلي قرفانه بيها كتير؟ هانت يا بنتي خلاص، هما يومين ثلاثة ونخلص. صبر يا رب. اتنين يوم بس، اتنين يوم. طب يا جماعة أنا كنت جايلكم في موضوع مهم. ده إيه؟ على فكرة ما تقلقيش، هعمل لك غير. أنا النهاردة جالي واحد الشغل. موز؟ نايس. اوكي، انترستنج. قعدنا اتكلمنا كتير قوي في حاجات ملهاش علاقة بالشغل. وبعد ما مشي اتكلمنا في التليفون مثلا 3 ساعات. سؤال فني، اتجوز؟ اه. احنا مالنا يا بنتي، هي هتتجوزه؟ كملي. المهم، اللي انا بعمله ده صح ولا غلط؟ صح في ايه وغلط في ايه؟ يعني ايه يا بنت؟ بقولك بتكلم مع راجل. ايه هدي صداقه قديمه قوي. قديمه يا بنت؟ انا متجوزه، انا مش سنجل يا دي النيله، انا متجوزه حبيبتي. وايه المشكله؟ انت ما بتعمليش حاجه غلط. انت تقبلي ان جوزك يكون له انتيمه ويكلمها عادي؟
سيف ما عندوش انتيم، وبعدين يعني حتى لو كان عنده عادي. السؤال اللي انت سألتيه غلط، ما يتسألش كده. السؤال هنا، هل سيف يقبل ان يكون لك انتي انتيم؟ مش لازم يعرف. نعم، ما هي مش هتكذب. ما قلتش تكذب، بس مش هتقول. يعني هتكذب؟ لا مش هتكذب، مش هتقول له. ما اعتقدش ان سيف من الرجاله اللي ممكن تستوعب حاجه زي كده. الحاجات دي ما فيهاش لون رمادي، يعني يا ابيض يا اسود. وانا بشوف ان علاقه الصداقه بين راجل وست دي ما بتكملش على طول الصداقه، ها في النص بيحصل حاجات كده مش مظبوطه. اه ايه الهبل ده يا جان؟ ده كلام امك وانت في الجامعه. عايزه تقنعيني ان انت ما عندكيش علاقات مع رجاله في شغلك مثلا؟ اديكي قلتي في الشغل، يعني كلها علاقات ليها هدف. طب ما دي علاقه ليها هدف، هي محتاجه حد يسمعها. امال احنا بنعمل مع بعض ايه يا ساره؟ ما احنا بنسمع بعض ولا ايه؟ لا يا جو، الست والراجل لما يكون في بينهم صداقه في وجهه نظر استحاله تقدري تعرفيها غير من الراجل، والعكس صحيح طبعا. طب انت ليه مش مصاحبه؟ انا عندي اصدقاء واصحاب عادي. شفتي؟ انت اللي متخلفه. بس مش هضحك عليكي، طالما حاجه ابويا ما يقدرش يستوعبها تبقى بالنسبه لي غلط. ايوه بس انت باباكي ليه وضع خاص، انا ابويا مثلا عادي جدا يعرف ان انا عندي اصحاب ولاد. مش فاهمه قصدك. لا انا مش قصدي، انا قصدي ان كل واحد فينا ليه تربيه مختلفه، وبعدين انت نفسك قلتي بعضمه لسانك لطارق خلينا اصحاب احسن. صح، انا قلت كده لطارق لاني عارفه ان العلاقه دي ممكن ما تكملش، فانا مجبره اقول كده مع اني بتمنى غير كده خالص، بس عشان ابويا الوضع خالص. في ايه هبه؟ الله، وانا كل يومين ازعل حد منكم؟ والله العظيم انا ما اقصدش، انت عارفه انا بحبك قد ايه عبيطه انت، انت عارفاني كويس. بقول لك ايه، انت على طول كده منكده علينا عشان تبقي فاهمه. تحاول الله يا رب، تحاول الله يا رب. سيبكوا تتكلموا وتنكدوا على بعض لما نكدتوا عليا وانا كنت مبسوطه. يا ساتر يا رب عليكوا. انا اسفه بقى. ايه ده؟ ده سيف؟ نايس. امال انت عماله تسالينا وتواجهتي هيقفل وما ردش وانت بتحقني نايس. انت دم البنت دي ما عندهاش دم على فكره. في ايه؟ بنت بيها انت ما عندكيش دم. هديل تعبانه جدا مع جوزها، خليها تفك عن نفسها شويه يا شيخه. مين فينا مش تعبان؟ كلنا تعبانين. والله ما خلاص بقى. خلاص. هتعددي انت كمان. على فكره افكارك دي هتودي هديل في داهيه. ايوه انت فين؟ انا في الطريق اهو. طب انجز عشان انا خلصت. ثلاث دقايق. طيب باي. لو بكلم السواق هكلمه احسن من كده. ايه ده؟ عدوا عنه الاغنيه دي جديده. ايه؟ اغنيه جديده. ايه ده؟ جديده؟ ده اسم ايه عليه؟ يا بنتي تلاقيها بتاع اغنيه قديمه ولا حاجه. لا دي جديده مكتوب عليها اكسكلوزيف. عشان كده كانت مختفيه. بس حلوة. هديل هديل تعالي هديل تعالي تعالي عشان الاسم هانكلايز. عشان الهانكلايز. هانكلايز عايزك يا حياتي بسرعة. تعالي تعالي. خلصتي؟ اقعدي. طب اقعدي بسرعة. طب عالي من يوم آية دخلت ثلاثة من آية دمروا سارة. انتي فين يا بنتي؟ ما انا
قلت لهديل ان انا كنت بصور فعليا وكده يعني، وبقى لي يومين ما نمتش وتعبانه ويا دوبك لسه مخلصه. كله في الحنكلاي. مش فاهمه قصدك ايه. دي اغنيه جامده جدا. هي نزلت بعدين جامده منين؟ انتي اصلا عرفتي ازاي؟ اسمك مكتوب عليها اول اسم زي ما تكون انتي المنتجه. تمام. بقولك يا ساره انا مخنوقه قوي، تعال اقعد معايا. حاضر حاضر. في ايه؟ مفيش. بقولك مخنوقه. في ايه قوليلي؟ هتبقى ولا لا؟ حاضر يا يوم. ماشي مستنياكو. باي. ايوه بركات، انت ازاي تنزل اسمي على الاغنيه؟ وانا اللي قلت لما الاغنيه طلعت حلوه ومسخسخه قررت تسيبي اسمك. اسيب اسمي ازاي يعني؟ انت اللي نزلت اسمي. هو انا برضو اللي كنت في المونتاج يا برنسيسه. الله يخرب بيتك يا شيخ. ليه الغلط بس؟ الاغنيه مفخخه الدنيا، مكسره الوسط الفني. مش عايزه من وشك حاجه، وتفضل غور بقى عشان مش هشتغل معاك تاني. براحتك براحتك، بس انا هسيب لك الفلوس الاستوديو. استهدي بالله بس وتعالي، انا نويت اعمل جزء تاني من الاغنيه بدل كله في الهنكاليز، هنخليها في الهنكاليز كله. بقول لك ايه، هو انت اللي كلمت الضابط عشان يخرجني من الاسم؟ ضابط مين واسم ايه يا استاذه؟ انت ضربه سجارتين ولا ايه؟ قصادك كل مشاكل بيتنا انا وامال، انت الوحيد اللي تقدر تحلها. يا رب لو اي حاجه وحشه انا بعملها ما بتعجبش امال خلينا بطلها، وحافظ على ابن ادم، وحل السلام على بيتنا. امين يا رب. انت عارف ان انا ماليش ذنب في اي حاجه بتحصل لي، ولو انا بعمل اي حاجه وحشه خليني ابطلها. حافظ على ادم يا رب، وحافظ على صحته، عدل من أفكار أمجد الوحشة، متخليهوش يزعلني تاني يا رب. آمين. يعني حتى في صلاتك مش هتقانى يا أمل. يا حبيبي ده أنا بصلي لك. ممكن بسألك على حاجة؟ اتفضلي. ممكن تقولي أنت كنت بتبعت مسج لمين النهاردة؟ بص يا أمل، قومي هاتي مية. هتقوم أنت؟ اتشليت؟ شليت؟ ده انت لسه مصليه. ما انت لازم تراعيني عشان انا طول اليوم واقفه مع ادم. خلاص خلاص يا امال، معلش تعالى على نفسك، قومي هاتي الميه. ماشي حاضر. حبيبتي من الحنفية ولا من التلاجة؟ أي حاجة. بيتك اتفضل. كنت هموت لكشي يتمر بس. مش ملاحظة انك بتنزلي كل يوم؟ كل يوم سهر وسارة؟ عادي يعني، دول صحباتي انا ما بعملش حاجه غلط. يعني عادي بالنسبه لك ان انا انزل كل يوم؟ اه عادي بالنسبه لي، ما انت بتعمل كده وبتنزل كل يوم فعلا وانا ما بكلمش. انا بنزل في الويك اند بس يا جماعه. يا دي الويك اند. على فكره الناس عايشه عادي طبيعي طول الاسبوع، ما فيش اي مشكله. بعدين ما تقلقش، حياتنا هتختلف بعد الجواز. تفتكري؟ اه افتكر. صحباتي هم اللي هيجوا لي البيت على طول، انا مش هروح. انا بهزر معاك. بعدين دول صحباتي يا عماد، بقالي 15 سنة ما شفتهمش. بس كل واحدة فيكوا يا جان كانت عايشة حياتها عادي. أيوه، بس احنا بجد فرقنا في حياة بعض لما اتقابلنا تاني. إنه مش فارق عليكي خالص. تصدق أنا غلطانة؟ أنا فعلا كان لازم أروح معاهم لآية البيت وما كنتش عبرتك. هما لسه رايحين لآية البيت؟ آه، آية تعبانة ومحتاجة لنا نكون جنبها. أوفر أوي أنتوا برضو. احنا برضو اللي أوفر.
قصدك ايه؟ ما اقصدش حاجه. المهم اعملي حسابك انك هتتعشى عندنا بكره. ليه؟ ليله العيد. احنا متفقين ليله العيد عندنا ويوم العيد عندكم. انا خطبت يوم العيد على فكره. ايه الفرق؟ مش فاهم ايه المشكله. مش هينفع اجي. ايوه ليه؟ علشان هبقى محتاجه ارتاح. جن دي خطوبه مش جواز. انا مش عارفه اقول لك ايه بجد. عرفتني. انا مش عايزه احط ميك اب يا اخي، مش عايزه احط ميك اب وتاني يوم ارجع اشيل الميك اب تاني. هو في ايه بالظبط؟ من حق ارتاح وشي يرتاح شويه. اولا احترمي نفسك واتكلمي كويس. ثانيا ما تجيش وانت حاطه ميك اب. ماما عارفاك يا جان. مش جاي على فكره. انت اللي فيه ايه؟ مفيش حاجه بقولك عليها بتقولي حاضر؟ انا كده. اه حره طبعا. ده انا اتبهدلت بهدله يا بنات. عمري في حياتي ما دخلت اسم. قال لي الحمد لله زرته وشفته. قعدتي هناك قد ايه؟ دي ساعتين كده فضلت قاعده ملطوعه في المكتب ما اعرفش ايه اللي بيحصل. لغايه ما الضابط الامور دخل عليا حط لي البطاقه وخرجني. قال ايه؟ بيقول ان في حد موصي عليا. مين ده؟ ما انا كنت فاكراه المنتج الزفت بتاع الكليب الزباله اللي انا عملته، بس ما طلعش هو. طب وانت اللي كان موديكي الفندق اصلا؟ ما انا كنت رايحه اخد فلوس الكليب الزباله اللي انا عملته من المنتج في اللوب. يعني مش اعلان؟ صدقي ان انت من جواكي يا حيم يا ريت. يعني انا ما صدقت انسى. يخرب بيت عقلك. خلاص لا نحتايه يعني. خلاص نحتايه وعدت ما فيهاش حاجه يعني. ماشي نحتايه خلاص، اعترفت انها نحتايه. ما انا فعلا عملت الكليب عشان انا محتاجه فلوس مش عشان مقتنعه بيه. يلا ما لو كان حمزه الزفت هو كمان وافق ان هو يعمل برنامج كان زماني متستته ومتهننه ومتبهدله. اه والله صح. كنت زماني والله وحياه ربنا بدل البهدله دي، وكنت زماني بعمل احسن برنامج وفي احسن قناه وقاعده كده. بنت الجنينه انت مستنيه حد؟ حد جاي؟ بوليس. الهاب الهاب لازم تكبس عليك. يعني مش مستنيه حد. مين؟ انا جان. ادخلي يا اختي. ما تدخلي ما الباب مفتوح. يعني انا فيا حيل اقوم افتح واقفل. ايه ده؟ انت سايبه يا جو؟ انت ايه اللي جايب؟ ايه القرف ده؟ في ايه؟ مالك؟ حاسبي كده حاسبي كده. قلب ابوسك كده ليه؟ لا انا بنتي عملتي ايه في الواد؟ كلتيه؟ بلا واد بلا زفت على عينيه. اتخانقت معاه ونزل من العربيه. الله. ومال صوته؟ ونزل ليه؟ اتخانقتي ليه اصلا؟ عايز نتعشى عنده. اوبا والبيت فاضي بقى ولوحديكوا وتسقسوا دولي الخاين المجرم قطعت زرار القميص. دي حاجه اصفره. انت وش اقسام خلاص اتعودتي على الموضوع ده خلاص. نتقدر. لا يا ستي احنا اتعودنا ان احنا ليله العيد بنفطر عندهم وهم يوم العيد بيفطروا عندنا، بس انا ليله العيد دي خطوبتي. انت مش عايزه تنزلي عشان وشك يكون مرتاح في خطوبتك صح؟ يا حلوه بقينا نفهم اهو، بس البعيد التاني مش عايز يفهم وفاكر ان انا بغلس عليه. بس انا لو عايز اغلس عليه على فكره انا بغلس عليه بجد. في ايه يا ماما؟ على فكره هو مش مطلوب منه ان هو يفهم كل ده. يا ستي روحي شويه وخلاص، ايه المشكله يعني؟ عادي كبري دماغك. مش رايحه اصلا. انا مش رايحه. انا مش عايزه اروح على فكره. مش رايحه. اوكي فاتتك الليله الحمراء. ما تروحيش يا بابا. تسافري خشي زمانك مبسوطه. اعملي شاور بدل اليوم اللي عديته ما ضيعتش السرير عشان احنا واحد يا بنت. ده ايه قله الادب بتاعتك؟ على فكره انت ريحتك قرف. ها نايمه على البرش وبرغيف. قومي انا سايحه دماغي اساسا. دي ريحتك انت. قومي قومي يلا قومي روحي انضفي. روحي انضفي. روحي انضفي. بالراحه يا عيال انا اعصابي بايظه. خشي شربوكي حاجه في الاسم.
انا برضو يا بتاعت الخطوبه وال وانا رحت معاه في حته ماشي فاتك كتير برضو كان زمان جايه تحكي لنا بتعملي ايه كفاره يلا يا ولاد اللذين عيب عليكم قعدت صعبه عليك اتلحست البنت صعبت عليا قوي اتبهدلت صح هي هديل فين لا انا قررت قرار ايه ليه؟ انا قررت... طب ما تقولي لي هديل فين الاول راحت مشوار ما اعرفش هو فين بس انا قررت قرار اسمعوه ممكن إيه؟ انا هقطع علاقتي بيكوا شويه لازم اخد اجازه لا بجد اعصابي تعبت زهقتي مننا اه كفايه قوي رائعه على فكره ان انت تقطعي علاقتي كتير انا مش قادره واضح ان احنا لما رجعنا نتكلم مع بعض تاني المشاكل كلها نازله على دماغنا ترف وبعدين على دماغي انا يعني مشاكل كلها على دماغي انا نعم مش انا قابلت المعيكس كريم احلفي والله اركني تخيلي وانتم مبسوطين ليه كده اللي هقابل المهم احلى حاجه في الموضوع ايه ايه انه سمى بنته هبه الله على اسمي حبيبي يا رومانسي حساس استفاد قد ايه الواد ده اصيل فعلا وندل وحقير جدا جد. اصيل وندل وحقير في نفس ذات الوقت انت بقى ايه مشكلتك يعني ما تتنيلي تروحي شويه بقى كده تنزلي تروحي تنامي وتعملي مساج وتعملي نتواياج وتعملي كل نفسك فيه انت ما عندكيش دم ليه كده ليه ما ينفعش اشوف عماد مرتين ليه يعني ليه اتعشى وتاني يوم اتخطب ليه ما يرضيش على البنت عارفه انت بتتجوزيه ايوه ماشي يعني هتشوفيه كل يوم يعني هيبقى انت هنا اهو وهو ده دلوقتي وضع مختلف خلاص امر واقع في حياتي انما دلوقتي عندي حق الاختيار لا ما خلاص انت هتخطبي هتعملي نص جميل هاتي الحياه اخد اجازه خلاص بقى مش مشكله تقعدي في الاوتيل كتير؟ لا طبعا هشوف شقه. شوفي شقه ليه يا بنتي الغواصه فاضيه اقعدي فيها براحتك. لا لا الاوتيل احسن. انا عايزه كمان اشتري عربيه. طيب على ما تجيبي عربيه بيكلميني لو عايزه تروحي اي مشاوير او تشتري اي حاجه. انا عايزاك تروح عشان تكلم مراتك. هكلمها امشي. حاضر يا انجي حاضر لا مش حاضر انا عايزاك ترجع لمراتك وتتكلم معاها سيف انا مش عايزاك تخسر حاضر هرجع وبعدين على فكره انا عمري ما خسرت انا طول عمري جامد جامد طب روح بقى جامد ماشي اطمن عليكي بس تعملي تشيكن وهمشي على طول طب يلا دايما بحس ان انا اعرفك من سنين غريبه تصوري انا برضو حاسس نفس الاحساس ده طب قول لي انت فين ومراتك فين بتعملوا ايه انا مفروض مراتي دلوقتي بتنام الولاد انا لسه واصل حالا هخش اغير هدومي وبعد كده اي هوب ان احنا نقعد نتفرج على فيلم حلو مع بعض يا عم يا عم طيب اقفل انا بقى علشان انت تعيش لا 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 ما تقلقيش هي كل مره بتقول كده تخش تنام الولاد وبعد كده تنام جنبهم يا عيني ما هو تلاقيها مهدود حيلها طول النهار والله الست دي بتصعب عليا بيني وبينك انا برضو بتصعب عليا جدا يعني الراجل احتياجاته دايما بتبقى ماديه انما الست بيبقى عليها عيبه كبيره قوي يا عم يا بختها بيك يا انت حضرتك عمله نادره لو في منك كام راجل كان زمان البلد دي حالها اتغير قولي لي يا هدي فكرتي تخلفي قبل كده اخلف طب انت مش شايف ان ده موضوع كبير كده المفروض لما نتقابل نبقى نقعد نتكلم فيه ممكن نتقابل بكره يعني نشرب حاجه مع بعض خلاص هشوف السكادول بتاعي الاول وبعدين نتقابل اوكي 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 يلا جميل هاف ا نايس تايم ها باي كفايه كده انا جيت بس علشان اكوي لك قمصانك مش هو ده اللي ربطك بيا هديل انا محتاج لك
أنا مش محتاج أكتر منك تاخديني في حضنك بس. انت فين؟ انا بره. ايوه بره فين؟ مع اصحابي. طيب ماشي، انا لسه بفكر في موضوع بكره ده، مش عارفه اذا كنت هاجي ولا لا بصراحه. زي ما انت عايزه. اكيد زي ما انا عايزه. بقولك ايه، ما تتاخرش. اوكي اوكي. افتحي بقى. ايوه حلو السوداني. ماما بقول لك، ايه هو انت كنت بتحبي بابا ازاي؟ شوف البنت قله ادبها. وانت مالك انت، ما تخليكي في حالك. والنبي يا ماما، اصل انت من ايام الجنيه القماش. قماش في عينك؟ طب والله ما انا مقشره لك السوداني، كلي بقى بقشره. الله، يعني اروح اصاحب واحده ثانيه غير امي؟ مش انت امي وحبيبتي وصاحبتي وكل حاجه، بعد يعني تقولي لي على شويه حاجات كده تنفعني. وبعدين تعالي هنا، ما كانش عندكم تليفون، كنتوا بتقابلوا ازاي؟ بتشوفوا بعض ازاي؟ ابوكي ده كان ولد وكان شقي قوي. يا ودي شقي انت يا ابويا، يفضل يقول لي انا الحج وانا الحج، طلع نمره. كملي كملي. واقول لك على حاجه كمان، قولي. كان ياخدني وننزل نتمشى، يقعد يقول لي ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه القوام الغزلاني ده؟ الله، ايه الطعامه دي كلها؟ الله. كنت ببقى فرق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا ابو هيبه؟ مالك؟ ابدا يا حاج، مفيش اي حاجه يا وليه بتوجع في بطنك؟ لا ابدا ابدا. امال ليه يا حبيبتي مش على بعض؟ لا مفيش حاجه يا عبد. طيب بابا عيني، هو انت كنت بتعاكس ماما ازاي؟ طب اوعي بقى كده، اوعي، عشان اوريكي الناس اللي زينا كانوا بيعاكسوا بعض ازاي. عايزه اشوف بنحب بعض ازاي. شوف الراجل المجنون، انت هتمشي ورا كلام البيت؟ مد ايدك اوريك حاجه. البيت يا بنتي يا جميله، يا ولية يا حلوه. يا ولية ده انت عروسه، خليها تشوف عشان تتعلم. الله يا عبدو. الله، قول كمان وسمعني، اتركني يا عبدو. كله في الهنكة لايز، كله يا قلبي مايز، كله كل حاجة. لا يا حاج، لا يا حاج، لا 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 يا بنت، وايه يا بنت؟ انا عايز اتفرج. كله يا ابو قلب طايز. يا حاج بقى، يا حاج بقى، لا مش كده. شفت يا بنت؟ زفت من اوله. نعم، عايز ايه؟ اولا انا اسف على الشتيمه، ثانيا مبروك، انا وافقت على العرض بتاعكم.